بسأل المسلم انتوا بترجموا الزاني ليه؟ يقول لها عشان عندنا آية الرجم. طب فين آية الرجم؟ انا بتحول لمالك وبقول له مالك فين آية الرجم؟ اهلا بك يا اخت فرحان. فعلا آية الرجم هي موجودة في المصادر، لما الشخص بيرجع للمصادر يبحث عن آية الرجم يجد الآية موجودة في النصوص الإسلامية، على سبيل المثال موجودة في الدر المنثور وغيره من المصادر، الدر المنثور للسيوطي. لا ترغبوا عن آبائكم فأنه كفر بكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله والله غفور رحيم. هذه آية الرجم. الله عزيز حكيم. عفوا، الله عزيز حكيم. أي. فتشوف اللحظه يعني لانه حط الضعف في الضعف حتى من ذهني بالضبط. بس يعني فالمهم ايه الرجم موجوده، والطريف الموضوع غير موجوده في المصادر غير موجوده في المصحف. الطريف الموضوع اني يعني في القران الحالي موجود الايه المنسوخه يعني التي قيل انها في البدء كانت ايه الرجم ثم لغيت في ايه الرجم الحاليه. يعني هاي الايه ما عادت فعلا، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. هذه الايه بخصوص المتزوجين نسخت ومع ذلك موجودة في القرآن، والقائمة حكما والذي يحكم بها المسلمون غير موجودة. يعني ما السر غيابها؟ يعني آية الرجم مش موجودة في المصحف أبدا. طيب. الغريب أن ما السر غيابها؟ إيه سر الغياب بتاعها؟ يقول على سبيل المثال عن فلان عن كذا أني قال أمر أبو الخطاب منادي فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم فإنها أنزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد. يعني آية الرجم عمر قال إنها ضاعت. ضاعت. السؤال إذا كانت الآية ضاعت فلماذا هي موجودة في المصادر الأخرى، يعني في مصادر القراءات وفي مصادر التفسير؟ طب إذا الآية لم تضع من القرآن بالمعنى ضاعت مع دنافة شو هي، ولكن ضاعت من التدوين وهي موجودة في المصادر، إذا السؤال لماذا لم تكتب في القرآن؟ بالضبط، ده سؤال مهم. ليه ما اتحطتش في المصحف؟ نعم. مادام ضاعت لقيناها خلاص نكتبها. اتفضل. ايه السبب بقى؟ السبب اني اخت فرحان في عندنا رواية تؤشر انني المسلمون ما كتبوا الآية الرجم بهدف استمالة بقية المسلمين الى الاسلام حتى يكسبوا المسلمين القرآن. تقول رواية مهمة في كتاب فضائل القرآن لابن الضريس أن في صار حوار، فيقول إن عمر بن الخطاب فلما قال إني لا تشكوا في آية الرجم فيقول ولقد هممت أن أكتبه في المصحف يعني آية الرجم. فسألت أبي بن كعب فقال أليس أتيتني وأنا أستقرأ رسول الله؟ فدفعت في صدري وقلت أستقرأ آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ أبي بن كعب. أبي بن كعب كان عايز يكتبها في المصحف. نعم. لكن عمر بن الخطاب قال له ايه؟ يتسافدون تسافد الحمر، ما تكتبهاش. نعم. عشان المسلمين بيتسافدون تسافد الحمر، يعني في حاله زنا مستمر. تفضل. نعم. فنحن اذا لدينا مشكله بين آية الرجم لم تكتب في القران في البدايه حفاظا على مشاعر المسلمين الذين كانوا يعني يغلون في قصه الزنا. امال بيقول ليه ضاعت؟ فعلم انه كان ضياع مقصود. أيوة. وحتى في ملاحظة قدمها يعني كمان كاتب مصري على أني ممكن يكون عدم كتابته في القرآن مراعاة لمشاعر المسلمين. نصر حامد أبو زيد قال ذلك أن ربما في النص والاجتهاد لم تكتب في القرآن حفاظا على مشاعر المسلمين. ملخص الموضوع ده إيه؟ أني لم تكتب تحريف آية الرجم مش موجودة في المصحف مراعاة لمجتمع كان موغلا في الزنا كما توضح من الروايات. يعني محمد قال آية الرجم. نعم. وفي نفس الوقت رفضوا انه يكتبوها في المصحف لان المجتمع الاسلامي تقريبا كان غرقان في الزنا. بعباره يتسافدون تسافد الحمر. بدليل ان عمر بن الخطاب قال انهم ازاي نكتبها وهم يتسافدون تسافد الحمر. صحيح. لكن ليه برضو بينفذوها في السعوديه لغايه دلوقتي؟ هذا السؤال. طيب. اخي المسلم، لما حد يسالك على آية الرجم قول ضاعت أو كان هم قصدهم أيام في الإسلام في الأول عمر بن الخطاب كان قصده أنها ما تتحطش لأن المسلمين كانوا بتسافدون تسافد الحمر. نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.